السلام عليكم. بين المخلصين والمقربين يعني صراحة صعبة تشوف كل صعب، بس أنا خلاص بس من المناسبات. شو هذا شيء أخبار صحتك؟ والله لك مدرب نحن شوية متقلبين من وراء هاي شوية أحداث اللي صارت. أيوة كنا يومهم بالفاتحة والله نسيت ليش كساعة بس أيوة يعني ما أعرف احنا ملتزمين الطاعة والسكوت بعد ما نقدر لازم قصة السيد اليوم أكد عليه